بسم الله الرحمن الرحيم. بحمدك اللهم نستفتح، وبنورك نستطيح، وبتوفيقك نستمنيح، وبهداك نستنجح، وعلى رسولك سيدنا محمد نمسي مصلين ونصبح. هامش. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله منزل الكتاب وفاتح الباب للدعاء المستجاب ولرفع المجاب، سأله أن يتوب علينا ويتقبلنا في التائبين. وصلاة ربي وسلامه على من تلقى الوحي من ربه قرآنا، وتنزل بين يديه فرقانا، وسطر بين يديه فكان كتابا وديوانا، وشرح مجمله بسيرته وسنته فجاءت بيانا، وجاهد في له وفيه حتى استوى أركانا. فصل اللهم عليه في الأولين والآخرين وفي الملأ الأعلى إلى يوم الدين، صلاة ترضيك وترضي وترضى بها عنا يا رب العالمين. نتابع القول في فصل الفضل، وهنا على مشارف الختم في جزئية المتعلقة بصور الاعتصام. أول صور الاعتصام: لا تهجرش القرآن، قطع الصلة بالكتاب، هجره. شنو هذا؟ اعتصام؟ أبدا، اعتصام استمساك. الاعتصام وصل، الهجر والقطيعة نقيض ضد هذا اللون ملوان الاعتصام. لا تهجر القرآن إلى غيره حتى ولو كان علما، لأن حتى ولو كان علما يعني توديع القرآن لا يكون الإنسان ورد للحفظ إذا كان في زمن الحفظ والتحصيل، ورد للاستذكار والتعهد، لأنه أشد تفلتا من الإبل. تنسى القرآن تخياتي، تنسى لما تذكروش يمشي. صاصم تعهد القرآن فوالله لهو أشد تفلتا من الإبل في عقولها. جميلة معبود تتنتج تيبقاش. لا تهجر القرآن، لابد من يكون لك ورد تلاوة، ورد حفظ، ورد تدبر، ورد قيام بليل ولو بثلاث ركعات بالوتر منه، وأقله ثلاث كما قال مالك رحمه الله. سئل عن الوتر بركعة فقال توتر لك ماذا، فكان يكره صلاة ركعة واحدة، وإن جاء في البخاري وأوتر معاوية بركعة. كان مشغول بالحكم وبالفتح، انت باش مشغول بفتح بطنك تنعشت. فاعتصم لا تهجر، لا تضيعي حقوقه تلفيه خير شافعي. شوف انتبه لهذا البيت مهم. قوم أقم أدم له وذكري به الأناسية بختم استغفري. هذه تجمل لك صور الاعتصام. قوم لسانك به، زينوا أصواتكم بالقرآن، رتل هو تقويم اللفظ، ترتيل تقويم اللفظ به، إعراب القرآن على مستوى الأداء صحيح أدائه، تجنب اللحن فيه صوتا، يعني الصوت هو ما يسمى بتحقيق المخارج، ونظما وما يسمى بتحقيق الإعراب كما سيجيونا إن شاء الله في فصل التفسير. مش ما يدخلش اللحن لا في الصوت ولا في النظم لا في الإعراب. قوم رتل. هنا سبق لنا الذي يقرأ القرآن ولا يفسر كالأعرابي الذي يهذ الشعر. أعرابي يهذ الشعر، يقرأ الشعر هذا، أي قراءة غير مبينة ومدمج بعضها في بعض، ولا تحظى ببعض الرضا عند الشعراء في شعره. فكيف أنت تقرأ القرآن اللي هو كلام الله ورفعته وتقرأه قراءة كأسوأ ما تكون القراءة في الشعر؟ هو الهذ، أهذا كهذ الشعر، دار في مقام الدم وليس في مقام الشعر. قوم أقم، قوم لفظه، وأقم معناه، أقم المعاني بحسن التأويل، بحسن التوصيل، بحسن التأويل. أقم حقوقه بحسن تنزيل، تنزيل منك عملا، والتنزيل حكما في أقضية الناس. ترتيل تأويل تنزيل، تنزيل تنزل الفتوى، تنزل الحكم، تنزل تتعمل، نزل وينزل الأرض الواقع فعله. قوم أقم أدم له،
معناها لا تقطعي تعهدك به دائما مراجعة دائما. النبي صلى الله عليه وسلم الذي نزل إليه لم يترك قيام الليل ولا ليلة واحدة، كان أحيانا حتى إذا ضعف قام ليلة بآية واحدة، وهذا ثبت في الصحيح. قام صلى الله عليه وسلم ليلة بقوله تعالى إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز. وبالله علي أسألكم كيف كان قيامه بآية واحدة في الليل كله، يعني في الليل هي ثلثي الليل كما نصر قم الليل إلا قليلا، فكان من فرض عليه أن ينام الثلث ويقوم ثلثي أو أكثر من ثلثي، قم الليل إلا قليلا، واستثناء دائما يكون بالأقل. ثم بين هذا الخلل نصفه أقيم نصفه أو ثلثيه أو انقص منه قليلا من ثلثيه أو زيد عليه فأعطاه، احتدك زيد عليه إلى حدود الكمال أعطاه الله تبارك وسوغ له. فلذا قام ليلة هكذا، وظاهرها البيات ليدخل في قوله تعالى في صفة عباد الرحمن الذي والذين يبيتون، ولا يقال باتا إلا إذا لم يغمض، هذا الأصل. ودعونا من الذين يأتون بتحقيق بعض السنن فيكثرون الكلام في مجرد هدي رسول الله في القيام، الكلام فيه تيسير. وقرأ إدارة التحقيق كتاب الوتر للحافظ رحمه الله، أعتقد له المجزي أولا، كتاب الوتر للتهجد هو مصنف فيه الذين كانوا يقومون الليل كله من الصحابة والتابعين وما بعده وهلم مجر لقادر عليه. أما الذي يضعف في النهار ويترتب على ضعفه ضاعة حقوق الناس في الأعمال التي يقوم بها لهم فهذا لا يجوز له هذا اليوم من القيام، يأخذ بذلك السنة تعت. ما زاد صلى الله عليه وسلم على 11 ركعة، ولكن ما زاد عليها في العدد، وكم كان يقرأ في الركعة؟ قال مرة السمن وصاصم دخل في بقرة أتمها ثم في آل عمران ثم النشاء حتى إذا بلغ ذكر حجم ركعة، انت قال ركعة واحدة باش هذه يكمل، هو تصارعي في الكم والكيف ما عارفوش، يعني كيف من تذكر السنة نكملها مثلا تقول تيدر 11 وتيدر هذا القرآن هو كمل السنة. فبويت الذي ظلم قوم أقيم أجم له، أجم لتلاوتي وأجم للنظر فيه تدبرا وأجم لي وذكري به الأناسية، معناه أنه لا بد من أن تبلغ، بلغ هذا الكتاب، ذكر الناس به عن طريق توصلي لهم صغارا أو كبارا أو أميين، هذا ما يسمى بالاجتهاد من أجل تحفيظ الآخر، داخل في التذكر به وذكر بمعانيه. ها في الذين يخطبون الذين يؤمون والذين يحاضرون في توعية الناس، تذكير توعية، والإعلاميون يوعون الناس بهذا الكتاب، هذا تذكير به، جعلوا الإعلام يصب في هذه المقاصد ويقصد هذه المعاني. وبختم استغفري، معنى حين تفعل كل هذه الأشياء قوم أقيم أجم له وذكري به الأناسية بختمي، حتى من تكمل إن شاء الله هذه الواجبات قل أستغفر الله، لأنك مقصر في حق الكتاب، ما مجتهد ما بلغت ما تتفنيت ما تعطيت في خدمة الكتاب، فأنت مقصر في حق منة إنزال الله الكتاب هنا. ولا يسدها إلا أن نحكي الحمد، فنقول الحمد لله الذي أنزل على عبده، تنحكيه الحمد، هذه حكاية الحمد وعنوانها العجز عن الحمد، إنك متى تقول الحمد لله تتخبر بأن الله محمود مستحق لأن يحمد لأنه حمد نفسه في الأجل، هذا هو الحمد. نقول الله اللهم لك الحمد بما حمدت به نفسك في أجلك، لأن الحمد يكون على قدر المعرفة، وإن معرفتك بالله. النبي صلى الله عليه وسلم يقول سبحانك لا أحصي ثناء عليك، يعني الحمد ما نقدرش نحيط بالحمد الذي تستحقه والثناء الذي هو في لائق بك، معناها تشعر بالتقصير، هذا مذهب الكمل، هذا الاستقصار وهذا شعور الكمل. قال تعالى في وصف المحسنين إنهم كانوا قبل ذلك محسنين كانوا قليلا من الليل ما يهجعون، هجوعهم ما يهجعون
أي هجوعهم أي نومهم بالليل قليل، والقليل قد يصف به العدم. يقول فلان قل ما يفعل، أي لا يفعل شيئا، ذلك. ويطلق القل على العدم إذا صاحب القاموس في معاني قل أي فنية، قل الشيء فنية، قل عدوما عجمة يعني لم يكن، كانوا قليلا من الليل ما يهجعون. وبالأسحار يعني في خاتمة الأسحار هو آخر الليل، إذن آخر الليل من تيقم الوصلة. قال سيدنا عبد الله بالأسحار هم يستغفر، قال إذا أتموا الصلاة جلسوا يستغفرون الله مستقصرين، أي مستشعرين تقصيرهم في جنب الله، رغم أنهم قضوا ليلهم في اجتهاد وجهاد تهجد وجهاد. ومنها قلت آية يبيتون لربهم زيد سجدا وقياما، والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم يبيتون ويسألون الله أن يصرف عنهم عذاب جهنم. الشيء كذا ترى موصول ببعضه، هذا من ذهب العارفين. أما شيء واحد مسكين اللي ما عرفش بحاله راجع يكون مع التقصير، مع التقصير ما شعر لا أبد ضرورة الاستغفار وضرورة. وإذا كسينا صلى علمنا أن نختم العبادات بالاستغفار، تختم الصلاة بالاستغفار والحج بالاستغفار والصدقة بالاستغفار، ولا ليش؟ لأنها أنك مهما فعلت ومهما عبدت فلن تعبد الله حق عبادتي. وهذا الشعور منك هو المفتاح للمعرفة ومفتاح لقبول الحمد. قال أحد يا ربي، أحد الأنبياء الذين من قبلنا، يا رب كيف أحمدك وحمدي لك من نعمتك علي؟ قال كيف نحمدك وهذاك النحمد من توفيقك تلي وفقتني لي ولم يكن من نعمتي، من نعمتي. قال الآن حمدتني، الآن حمدتني حين عرفت أنك عاجز عن حمدي، كل شيء عندك وفيك ولك من أنعمي عليك. هذا الاستشعار، هذا الاستقصار هو مفتاح الدار ومفتاح الباب ويفتح الدخول لهذا الرحم. فقد أتى بنا نذكركم كلمة السلف من قبلنا، لأن يوسف سيدنا مات في قرون الخير الأولى، يوسف بن أصباص سمعكم أبو واجلة مصري من عباد الشام، هذا يوسف ابن أصباص عفوا ابن واصل الشيباني الكوفي، هذا من عباد الشام. يوسف بن أصباص كان يقول وقد سئل إذا ختمت بماذا تدعو؟ قال إذا ختمت استغفرت لأنني تذكرت أعمالا، يعني أعمال نقص من لم أعملها مرت بها، تذكر أهل الخشوع وأهل الجهاد وأهل السبق والصابرون في البعشاء والتراوح اللباس أولئك الذين صلوا وأنا فين وأنا وين وأنا. فإذا ختم قال أستغفر الله إذا ختمت. شوفوا ناس إذا ختم قال لنا ادعو الله اللهم اعصيني كذا، مشي عند الله تعالى لا يتعظمه شيء. ولكن هذه الأسرار عند هؤلاء الكبار هي التي ينبغي أن ينتبه إليها، النحل الذي يسقط على الرحيق، رحيق الزهر مش على الزهرة تشمش، هو الزهرة تمشي، الرحيق الذي هو خلاصة عطائها الأفيد، النحل تمشي كيفاش ياخذ. شوفوا حطوا النحلة مثل المؤمن كمثل النحلة، هذا ما من يسحب النحلة مثل وفاش، لا تكسروا غصنا إلى تحقق سقطت على غصن تميل ولا شي حاجة تطيح وتربد، ما عمرها طيحت شي عرش. جيبوا لنا شي نحلة حطت على شي عرش ولا شي حاجة ما تتقلش، نحلة وفيها النحولة خفة وظرافة ولطافة وقلة، معناها تتعطي أكثر من ذاك الشيء تتأخذ، وصبر تطوف إلى مليون كما يقول بعض العلماء بحياة الحيوان، إلى مليون زهرة يوم، وما تلقاش فيها خدشة. في الزهرة لا تخدشها، تأخذ رحيقها بشي لطف كما تقول للزهرة أعتذر إليه كان هذا اللون ملوان التسلط، فالله قد أوحى إليه وكلفني فأنا مكلفة وموظفة، تيديها ما تتحطمش، رجليها ما تتحطمش، وشوفها مزيان حطي شي نحلة باش تاخذ الدرس.
سيدنا سليمان أخذ درس من النملة. قالت النملة شنو ندخلوا مشاكلكم ونحسنكم، فتبسم. تبسم شنو هو؟ هذا عجب، ضحك سرور، تبسم ضاحكا، ابتدأ متبسما ثم انتهى ضاحكا، قهقه يعني يقولوا ما يسمى الضحك بالصوت، ضحك إظهار الفرح بالصوت، لأن كلامها يدعو إلى تبسم وإلى ضحك، إلى تعجب وإلى مسرة. ادخلوا مشاكلكم لا يحصل، لأن هذه ملكة كانت. قالت نملتون، حد في القرآن ملكة، يقول الله اطلع على الملوك في عالم الحشرات، لا تظن الملوكين في عالم قنتفخ. أيها النبي ملك، كان ملوك في عالم النمل، وهذه واحدة امرأة أنت. قالت نملة يا أيها النمل، لأن الخطاب يا أيها، وهم يسمعونها وقد استجابوا، يدل على مقام ملكيتها، لأن الملك هو ملك الأمر والنهي، ملك الخطاب في العقل، في من يعقل عنك، هذا هو الملك، ملك الأشباب والرقاب، والملك ملك الخطاب أمرا ونهيا، قد يكون أشد، إنما يملك هذا يملك هذا، يكون ملكه يقول أجل. ادخلوا مشاكلكم، شنو هذه نصح؟ لاش لا يحسمنكم سليمان. كيف عرفت سليمان وهي هي؟ كيف عرفته بالاسم؟ قالت قالت تقول لهم را سليمان، وتقول لهم وهم يعلمون سليمان هو، ومعناته يعني يعلمونه بالاسم والصفة انه نبي الله، واللي قال وهم لا يشعرون. اعتذرت عنهم، قلت لهم انت لحتمكم راه ما شافوكمش، انا ما عطاهمش الله شي قدرة كبيرة باش يشوفوا النمل، راه تيشوفوا غير بعضياتهم، تيشوفوا المماثل، ما احنا ضعفنا ما شافوناش، الله يغفر لهم، وهم لا يشعرون، لان الشعور ادنى صور المعرفة، درجات المعرفة، وهو العلم بالمشاعر يعني الحواس. قلت لهم شعرين توجدنا. اعتذرت فضحك وقالت ناصحة فتبسم عجبا. كيف تقول لهم يعني تدرأوا المفاسد عنهم؟ عندكم تعرضوا لشي هلك لا تثقونه، انه سليمان، ثم تعتذروا حتى لا يظن انه ظالم، انهم لا يشعرون. ولو شعروا لما وطئوا هذا النمل، هذا الوادي، قلت على وادي النمل، وادي معناها عاصمة، عاصمة النمل، يعني وادي النمل. قالت نملة هي حاكمة، ويستجيب لها أهل الوادي كله ويستجيب لها، فقد أتى عن يوسف بن أصباط، إذا ختمت استغفرا من انفراط أو من فراط. استغفر من الانفراط، الانفراط هي فعل ما يخرجك، وفعل الإنسان متى يكون قارئ مرة ينسى أنه القرآن، كيف يقرأ فمه قلبه بها مجموعة القرآن، ولا نقول له اقطع، لا نقول يتذكر، ارجع دغيا تبدا تقرأ حينين فمه وانعس شد فيه، ولا شدي لسانك مشغول بالذكر، ولكن القلب مشغول عن الذكر، فأنت بهذا مأجور وبالآخر مأزور. وجاء في الحديث وفي الصحيح قال القرآن ما ائتلفت عليه قلوبكم فإن اختلفتم فقوموا، ففيه إرشاد، لأن الإنسان صور الاختلاف عن القرآن كثيرة، كان تكون قارئ وأنت مشغول شغل كلي عن الفهم فيه بسبب شيء، قطع مش قد ذيك المهمة، حتى يكون تصديقك للقرآن بحضور، هذه من صور جمع القرآن. وإحنا دعنا القرآن، نقول القرآن اجتمعت قلوبنا عليه، فإذا تنازعنا فيه ينبغي أن نتوقف، حتى لا يكون القرآن الجامع مصدر للصدع، صدع الجمع كنش. قرآن جامع، هشو عند في المسجد والخلاف كاين، واسمه الجامع، جامع، فلا يجوز، لا ينبغي أن يكون فيه ما يكدر صفو الجماعات. وفي اسمه مسجد صلة بالله بالسجود تواضعا، وفي اسمه الجامع عنوان الجمع تقريب الوصل، فالذين يجعلونه بؤر للنزاع وتكثير الأوزاع والأشياء، ضلال
خارجين عن نهج المصطفى صلى الله عليه وسلم. مساجد ومساجد صلة بالله، وجوامع صلة بالناس، وهذه قيمكم فاحفظوها، صلة بالله على مستوى سوء وصلة بالناس على مستوى الجمع. وانتم لاحظوا هذه الصفوف وذيك تصل واغتسل، لا تنفصل تصل، ومن شدة شدة في النار. فقد أتى عن يوسف بن أصباص إذا ختمت استغفران عن انفراد. استغفران من انفراد، من انفراد، من انفراطاتك أو فرطاتك، كما على حد ما نسب لي للزمخشري في تحقيق توبته، الزمخشري الأقبري العنبري، تكون لك أحد الرسالة كتبها أحد علماء فاس، سماها جزء صغير بقى مضروب على الحجر، الشذا العنبري في تحقيق توبتي الزمخشري، توبته من الاعتزالية، وساق في هذا الشعار له في ختمة المطاف، وهو يا من يرى مد البعوض جناحه في الليلة الليلة والليل الأليالي، ويرى انياط عروقه في نحره والمخ في تلك العظام النحلي، يغفر لعبد يغفر لعبد تاب من فرطاته، فرطاته يعني ما فرط فيه من جنب الله، ما كان منه في الزمان الأول. قالوا الزمخشري الشد العنبري في بيانه واستخلاصاته، ولكنه كدر صف تفسيره بنصرة مذهبه الذي كان على الاعتزال، وكان يعتقد ذلك هذا الذي عندنا وصلنا، فكدر الصف، فخذ ما صفى والدرك بالعفو ما كدر، ولكن لا تجور إذا كنت في مستوى الأخذ فلا يضيرك، كما في الرازي رحمه الله وأشعري رحمه الله. الأشعرية كانت من أهل السنة وهم ثلاثة، الأثرية والشعرية والماتريدية، ثم احتكر الأثرية فيما في متأخرين اسم سلف أو سلفية، وتصدوا إلى إخوانهم من الأشعرية والماتريدية ليردوا عليهم ويصحوا، وكان هذا الاحتكار يعني من الأخطار في التصور والفهم، ولو تعاطاه بعض الكبار فهذا إذا لا ينبغي أن يكون. قلت لكم الشيء كان، وبهذا تم الفصل الأول الذي هو فصل الفضل، قدمنا في هذه الخلاصات في المهم منها مجملا، قلنا بأنه يتعلق بشقين، الشق الأول فضائل الكتاب في جوانب، ثم صور الاعتصام به التي تجعلك تدخل إلى هذا الفضل، إلى الكتاب فيه فضل كذا وفضل كذا وعنده كذا، فمن أين تدخل إليه؟ تدخل إليه من باب الاعتصام، تتساءل بماذا يكون الاعتصام، فيجيك ترك الهجر، ترك العناية باللفظ فقط، تغنى بالقرآن، والتغني بالقرآن مطلوب، ليس منا من لم يتغنى بالقرآن، والتغني فهم حمل على معاني كثيرة، أنهى ابن حجر رحمه الله إلى 10 معاني، تغنى بالقرآن يحسن به الصوت جاهرا جاهرا نرنيمي، واستغني عن كتبه الأولى طالب من غناية دين والنفس ثم الجمي، فجعل معاني التغني 10 كلها صور للوصل بالكتاب، ما يكونش حظك من الكتاب فقط إقامة لفظه، إقامة معناه، إقامة لفظه ترتيلا، إقامة معناه تأويلا، إقامة حكمه تنزيلا، أحكام، لأن معنى الأحكام العملية، أقم الصلاة ده حكم، آتوا الزكاة حكم، إلى الأحكام الأخرى، مش دائما الأحكام تكون غير فيما يتعلق بالآخر في باب الحقوق والحدود، وآتي ذي القربى حقه حكم، والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا حكم، ولا تقربوا الزنا حكم، ولا تقتلوا النفس التي حرم حكم، أي شيء حكم به الله وألزمك إياه، هذه أحكام جمع حكم. ثم الفصل الذي يليه منه وهو فضل تفسير، وفي فضل التفسير في العنوان جل أظهر أبرز رحمه الله ثلاث جوانب هي بالإجمال هي جوانب التفسير. قال باب فضل التفسير والكلام في لغته والنظر في إعرابه ودقائق معانيه،
لجانب اللغة الذي يعني غريبة اللغة مفرداتها، وهذا علم من علوم الكتاب كتب فيه غريب مفردات القرآن للراغب سبحان، غريب القرآن للشميل الحلب، غريب القرآن تحفة الأريب في حكم الغريب لأبي حيان اسمه الأندلسي صاحب التفسير، كتب التي والنظم نظم في الغريب واحد الحاجات، نظم الجيريني الحافظ، نظم السكندري ابن المنير، نظمت غرائب القرآن وصنف فيها على على يعني تصنيف المفردة تأليف المستقل. والنظر في إعرابه، والمراد بالإعراب أن الإعراب الصناعي معروف عندنا الحجيج ما يسمى بالنحو، لأن صناعة الإعراب صناعة النحو، تعرب هذا في محل الرفع فاعل، وهذا مفعول به، وهذا تابع، وهذا صلة، وهذا مؤكد، وهذا رابط، وهذه أدوات المعاني، هذه نواسخ تنسخ المتداد، شنو هذه؟ هذا علم الإعراب، علم هذا هو جزء من علم النحو أو الغاية من علم النحو، ويتعلق بفهم النظم، لما الكلام إذا ركب قبل أن يركب تتعلق المعنى باش بمفرده بالإفراد، يقول الحمد مثلا تمشي نقلب عليه في الغريب ما معنى الحمد؟ ثناء بالجميل على واهب الجميل على جهة التبجيل مثلا، هذا باختصار، فتجد هذا اللون من تعريف الاصطلاح. وهو أخو الشكر إلا اتفقان في كذا وينفصل فرد شنو هذه؟ اسمها بالمفردات القريبة تكون مرادفة في جهة ومختلفة في جهة، فيقع المدح والحمد مشترك في الحروف ومختلف في ترتيبها، فأين يقع المدح من الحمد؟ هذه أشياء كلها في تجلية المفردة، هذا فقه في المفردة. دخلنا الكلام في لغته، اللغة هي غرائب القرآن، هذه جينا من بعد، التمسوا غرائبه، أعربوا القرآن والتمسوا غرائبه، الغرائب هي المفردات التي تحتاج إلى شرح، تسمى غريب القرآن، هكذا جرى اصطلاح عليه. الكلام في الإعراب تقويم إعرابه تقويم تركيبه، ويدخل في الإعراب أيضا تقويم لفظه أداء. ولذلك كتاب سيبويه اللي هو كتاب الإعراب كتاب النحو أخر بباب المخارج والصفات الحروف، لأنه لا يمكن أن تقيم الإعراب وأنت لا تقيم الحرف، تتخرج الضاد من مخرجي من مخرج المستفيل الدال، وجعلوا الضاء ضاجا، وجعلوا اللام القريبة من الضاد، وجعلوا السين صادا في غير ما يقبل فيه البدل، الأشياء كلها مطلوبة أيضا. تجنب اللحن بالإعراب، لأن الإعراب هو الإفصاح، أعرب عن شيء أفصح عنه، فإما نفصح عن معناه وإما نفصح عن لفظه بيانا بما ينبغي له. وفي الحجيج كل مولود يولد على الفطرة حتى يعرب عنه لسانه، معنى يعرب عنه تيولي تترجم على نفسه، تيولي تعرف يفهم ويفهم حتى يعرب عنه لسانه، كل مولود يولد على الفطرة حتى يعرب عنه لسانه. فالإعراب هو دفع العرب، والعرب من معاني الفساد، عرب اللبن وفساد، وأعرب همزة السلب وهو نفي الفساد، سلب الفساد، وسلب الفساد في اللغة نفي اللحن فيها، سواء تعلق اللحن بالصوت تلحنس في الأصوات فتغير مخارجها وصفاتها اللازمة لها حقها ومستحقها، ولا تلحن في الإعراب فتجعل المفعول فاعلا وتابعا متبوعا وتغير ينبغي نظم. هنا كلام في لغته والنظر في إعرابه ودقيق معانيه، يمشى تنرتقي ولا دقة المعاني حين ننظر في النظم، وإذا مشي لتوقناه في الفاتحة واضحة، يقول أنت تتكلم على المفردة مثلا نعبد ونستعين، معنى العبادة ومعنى الاستعانة، تكون بصدد معرفة المفردة، وهم تكون بصدد معرفة إياك نعبد، لماذا قدم المفعول هذا المعرب المفعول، وكان الأصل نعبدك ونستعينك، فلما قدم الضمير كاف لنا ضمير متصل
فصل وقجم، فنقول هذا مفعول مقجم ولا لا، ونعبده. أنا انتهى إيش الإعراب، ويبدأ دقيق المعنى. لماذا قجم؟ قال لي فجأة الحصر، فكنا فيه نعبدك أنت فقط ولا نعبد غيرك، فأصبح تقديم ما حقه التأخير مدن بالحصر والقصر. هذه شنو هي؟ دقائق المعاني من ورائها. هذه جنة دقيقة أخرى أكبر. ولماذا قدمت العبادة على الاستعانة؟ هذه ماشي بحث نحوي، ماشي صناعة النحو التي تجيب، ماشي صناعة المفردات الغريبة التي تجيب، لا، صناعة أخرى. قدم العبادة على الاستعانة، لأنك في الحقيقة تدخل إلى استعانة الله من باب العبادة. نعبدك ونستعين بك على أجل العبادة. فالعبادة مقدمة الاستعانة، لأن الاستعانة عطاء منه، تستدره بعبوديتك له أو بعبادتك. إذا خلصت العبادة جاءك المدد، فالعبادة سند والعطاء والعون منه مدد، وهذا مدخل لهذا أو شرط فيه. فالقديم الشرط على المشروط، هذا من أوضاح الموضوعات في المنطق. وإن تأخر فحقه التقديم. شو هاد قال لك سيدي ودخل بشرط تجيب معاك الورق، وخي وخر الشرط راه خصو يكون هو الاول، يقول لا الشرط مقدمون تنزيل، وين اخر في التنزيل يعني في الكتابه تاخر انا مقدم. قلنا هذا الفصل فصل فضل التفسير هو في الحقيقه مرتب بعد فضل الفضل الاصل، لان القران فضله اولا ثم فضل تفسيره. وفضل تفسيره يعني شرف هذا تفسير العلم، وهو مقصود لجاشه، لأنه فهم كلام الله، ليس فوقه شرف. العلوم كلها شمعة، كلها علوم وكشف. أنا قلت علم الفيزياء علم يكشف هيكل الأمور وعلاقات الأسباب ومسبباتها والآلات بما جعلت له وكذا. علم الطب كله علم، لأن العلم تعلقه انكشافي وتعلق القدرة تأثيري، تعلق العلم انكشاف. لكن العلم بإطلاق يمشي للتفسير، تقول علم التفسير أي علم. العلم شنو؟ كشف. يعني يسمى العلم بأصل الكشف الذي هو أصل العلوم، فكأن كل العلوم تؤول إلى كشف أسرار الله. تقول لي وهل في القرآن أسرار الله؟ نقول لك إيه، قال تعالى أنزله بعلمه. معظم علم التفسير قالوا بعلمه وفيه علمه، وكثر منا قل أنزله الذي يعلم السر في السماوات والأرض، مش السر الذي هو دون الجهر، لا، أسرار الوجود. الأسرار هي المعاني الخفية التي تحرك الدوائر كلها. فما قالوا في الروح فيك سر، والإدراك فيك سر، وروح الروح فيك سر، والسر فيك. إذن كل شيء خفية وقوية في نفس الوقت، خفية فلا يرى ولا يحيط به إدراك، وقوية فنسبت إليه كل الدوائر. الروح خفية ولكن كل شيء صمت، ترى بها، تسمع بها، تدرك بها، تقرر بها، تحب بها، تكره بها، وهي من وراء ذلك لا تدرك. وبها تسمى الحق تبارك وتعالى، ماشي بهذا هنا ولكن بسم الباطن، الظاهر الباطن من اسماء الله، اي ظاهر الوجود باطن الوجود. باطن الوجود اذا نظرت اليه في ذاته لا يمكن ان تحيط به، ومن انت حتى توحد بالله علما، وما احطحت بعلم بذاتك وبروحك القريبه منك، فكيف تدرك الله الذي حي كل شيء بنفخ واحد منه؟ قال كده درس. تعيد تقول لي النفخ تيبان لي فمه هو، وداك الصهد اللي طالع منه اش غادي دير انت بهذاك الشيء؟ لا طيرتي شي دبانه لا تعاود الحج، دبانه الحج. قلنا هذا الفصل يعني عظيم، وهو اقصر من سابقه، لان دلالته يكفي فيها نورانيه هذه النصوص. ان اولا شرف التفسير قلنا يرجع لاجتماع
جوانب وحيثية الشرف فيه، لأن العلم من براته يكون شرفه بموضوعه، أحيانا شرفه بمصدره وضعه، أحيانا شرفه بمنهاجه ومادته طريقة حدوده. عظيم منهاجا ومادته، وعظيم من حيث وثوق أدلته وبراهنه في الأدلة، وهذه اجتمعت القرآن كله. فالقرآن أول من فسر القرآن، وهذا يجينا إن شاء الله في طرق التفسير، وهنا أعظمها تفسير القرآن بالقرآن. أول من فسر القرآن هو القرآن نفسه، ففيه تفسير كثير من الآيين فيه، وذلك اعتمد أهل العلم هذه المسألة فأجمعوا عليه. ولذا وجد تفسير آية أجملت أو أبهمت أو أشكلت في موضع، ثم جاء بيانها أو رفع إشكالها رفع إجمالها فيها، فإنه يفسر بها. واضح هذا؟ وهذا الشيء كما أرشد إليه النبي صلى الله عليه وسلم وعلم الصحابة إياه. أنا هذه جينا إن شاء الله في الفصل الذي بعد هذا، وهو فصل طبقات المفسرين، مراتب التفسير اسمها مراتبه. علاش مراتبه بعد الفضل؟ لأن هذا الفضل نشوف الناس كنا هم اللي سبق في الفضل، الذين نزل القرآن إليهم، وأولهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، المفسر الأول للكتاب، ثم الصحابة الذين أخذون، الذين أخذوا عن الصحابة، ثم كيف صار مصنفا، ثم صار مبنيا عليه، ثم توالت تفاسير من بعد محمولة على الأصل ومفتوحة على الفضل. وسنريهم آياتنا في الآفاق حتى يتبين له. كتاب العلم الذي لم يحترق بعد، مبج كتاب ولم يحترق، احنا لا يزال فيه قول لقائل لا يخرج عن الأصول للقائلين، ولكن فضل الله يؤتيه من يشاء. هذا كان وتجمل في كل التفاسير العظيمة تيبان وفي كل عصر، وسبق لنا أنه يتجدد. هذا التجدد من هذا النوع، ماشي تيتجي الحجة به فقط، الحجة على كل عصر. وتصور القرآن الآن حجة عصرنا بما معه من العلوم، ولا تذكر أي شيء يرتبط بالعلوم في الكتاب، هذا لا تقصير كن يقينا. احنا ما تيبناش تقصير، لأننا مقصرون أصلا في طاعة العلوم. لو قلت لي واحد يخرج من فرط ودم لبنا، كيف حصل خروج اللبن بهذه الصفة ومن بين فرط ودم؟ وش هذه حقيقة علمية ولا هي الكلام؟ والله يقول زلوا بعلمه. ويخرج من بين الصلب والترائب ماء الحياة، ماء الرجل، كيف من صلب الرجل وترائب المرأة كيف يخرج؟ هاتي يمكن لتفسروا إلىكم. السماوات والأرض كانتا رتقا ففتقناهما، هبرتق الفتق، كيف تفسره لغة؟ كيف تفسره على مستوى العلوم التي بهرت فيها وفتح الله منها ما يمكن أن يكون مددا للمفسر في مثل هذه الآية؟ لا أن يقول هذا هو المراد قطعا، لكن يقول هذا من محتملات الآية وفيه آية. جينا إن شاء الله الفصل ضروري في ألفاظ، في المراد من ألفاظ القرآن ومدلولاته حين تحتمل. مش نقصره ونقولوا لا يوجد غير هذا المعنى، حتى فيما لم يقصره الشرع عليه بدءا برسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا لا تفسروا بغير هذا، مع أنه صلى الله ما فعل هذا كما سيجي. المفسر الأول ما قصر التفسير على صورة واحدة إلا فيما كان من قبيل بيان المجمل أو شرح المغيبات المعروفة فقط. حافظوا على الصلوات فبينها، بين كمها وكيفها، آتوا الزكاة فبين الأنصبة والمقادير وأنواع ما يزكى وما لا يزكى، لا صدقة على الرجل في دابته في آلة حرفته ودابته وفرسه، ما يزكى وما لا يزكى. النبي صلى الله عليه وسلم بين المجمل، هذه الشيء التي يحتاج فيها إلى التوقيف. أما ما يفهم من كلام العرب فتركه للسان. وهنا تجينا كلمة سيدنا عمر بن الخطاب لما خطب في الناس وذكر قوله تعالى أو يأخذهم على تخوف، قال يا أيها الناس من منكم يعرف التخوف؟ فقال رجل منه الذيل هي لغة قومي، تخوف التنقص. قال ويتعرفون هذا في شعركم؟ قال كبير الهذلي تخوف الرحل منها كامكا قريدا كما تخوف عود النبعة السفن. فقال عمر خذوا ما ضللتم عنه من
قريب من كلامه، من أحرف القرآن أي من معاني وأوجهه، من ديوانكم. قال ديوان العرب ديوان الشعر خذوا منه. ومن هنا كانت شرارة جمع الشعر، هذا الذي حفز علمانا على جمع الشعر، جمع غريبة. تلقى الأدباء الكبار في عصر الجمع، باقي العلوم يلا بدأ فجر علوم جمع اللغة، الكتاب نفسه علم التفسير، فجمع غريب اللغة في الشعر، وجمع وجمعت أشعار العرب ببيانها وشرحت، حتى معلقات شرحها القضاة، قضاة علماء الإسلام علماء الأحكام شرحوا شرحوا، وآخر ما كنا نقرأه بشرح القاضي. آخر الشروح تاع المعلق. إذن لغته، كلامه في لغته وفي إعرابه، النظر في إعرابه، قال باب فضل التفسير وفي الكلام في كذا، فهذا والكلام في كذا، فهذا من باب عطف التفسير، عطف التفسير كأنه في الشارع ذاك التفسير، فضل التفسير اللي هو الكلام في لغته ومفرداته، النظر في إعرابه وفي دقائق فهمه أو دقائق معاني. وتبنى لكم أمثلة من فاتحة الكتاب، وتزيد شي شوية وتعاود تقول سيدي لماذا صدر بالحمج، ولماذا جاء الالتفات بإياك بدل إياه، الحمد لله الحمد له إياه أعبد، لماذا حصل الالتفات بالخطاب، هذا لا يبحث فيها علم النحو، فيها علم المعاني والبيان، البيان والالتفات ما فائدته الخاصة وما فائدته العامة، ما نكته ولا طائفه. وإذا قالوا المفسر بحاجة إلى علم اللسان وعلم البيان، فاللسان المفردة اللي هو اللغة، والصرف والنحو، الصرف لأن الصرف يوقفك على الكلمة وكيف صارت، كيف كانت وكيف صارت، ومن الصرف أيضا معرفة المعرب، كيف كان في الأصل وكيف عرب، هدب في لغتنا اعتصر معرب، أمور كثيرة تتعلق ببنية الكلمة لا ببناء الكلام، بناء بنية صرف. ولذلك يبحثوا في الإعلال والإبدال وفي معاني الزيادة والنقص، وهذه مباحث الصرف معروفة مباحثان أساسية، الإعلال والإبدال هو الأكبر، والزيادة في الحروف وأصول الحروف وزيادتها ومعاني الزيادة في الانفعال والتفاعل والافتعال وما إلى ذلك من معاني الزيادة. علم اللسان، علم البيان، علم الآثار منقولة عن النبي صلى الله عليه وسلم حاجز، وعن الصحابة فيه إذا وجدت، أنهم أيضا من جهة شهدوا الوحي وعرفوا ما نزله، ومن جهة كانوا على علم باللسان سليقة، والعارف باللسان سليقة أقوى من العارف به ملكة مكتسبة بالممارسة بالدراسة تكون أقل، لأنك يفهم القرآن باش. ولذلك سنجي هنا في ابن عباس ترجمان القرآن وبحره وحبر الأمة، واللي قال في سيدنا علي كانوا ينظروا إلى الغيب من ستر رقيق، هذا معناه شيخه سيدنا علي الإمام السهر الولي الإمام علي، هذا شيخه ابن عباس بصراحتي، قال ما جاني من تفسيري ما جاءكم عني من تفسير فعنه، أي عن علي، وهذا ورده أيضا ضمن أثره، هذه جينا إن شاء الله في طبقات المفسرين. في فضل التفسير هذا كتبت لكم عناوين مرتبة، دائما إن شاء الله ندير هذاك الشيء ما استطعنا. العناوين تختصروا في خمسة أو ستة، قلت فيها في فضل تفسير كتاب قد ورد، أنباء عن أئمة أولي الرشد، أئمة أولي رشد إعرابه محبوبه وحكمته، من أوتيها فقد نامت فضيلته، وعارف به حقيق أن يقال في وصفه العالم قالها العوال، ورحلة تحمل قل اجتهان به به له لما مقام فلتعان، علم به نور وأمن قال الله قد جاءكم نور كتاب الاشتباه، ترتيلنا لخدمة الفهم وجب،
ومن يهد الذكر فاته الأرب. ثم الفقيه كله ذاك الذي يرى له أكثر من وجه احتدي، والحصير العي من قد انقصع لعجمة تحجب نور قد سطع. إذ كل علم فمن القرآن، وفيه أصل سائر المعاني، وعاجز عن درك ذا من جهته، لمانع منع بجهاز رؤيته. نعوذ بالله من انطماص بصيرة كاد انطفى النبراس. ورجعوا تاني لنا سيدي ماشي كله راه داك الفصل اللي عندكم شو. أولا إعرابه ومحبوبه، هذا فيه ذاك الحديث الذي خرجه أكثر من واحد، موجود في مسند أبي على الموصلي، وكذا الإمام البيهقي أخرجه بسنده في شعب اليمن. وفيه النبي صلى الله عليه وسلم قال: أعربوا القرآن والتمسوا غرائبه فإن الله يحب أن يعرب. أشكتك هنا إعرابه ومحبوبه، إعراب القرآن من محبوبات الحق. أحب العباد لجنة آثر ثم أحب الناس إلى الله أعلمهم بما أنزل، بما أنزل أعلمهم بما أنزل. تفهم خطاب الله، تفهم على الله، قال حبيب الله. يجي واحد يفهمك تقول له ودي بارك عليا ولا لاش؟ شو هذه احنا عندنا في الشاهد لله والمثل الأعلى، تفهم عليك اش تقول؟ شوف الآن فهموا عني ولا يا لبارك هذا نعم المقام، تفهموا عن الله نعم المقام. محبوبه إعرابه محبوبه، أعرب بالقرآن، قومه في الأداء وقمه بحسن المعاني بوفاء، إقامة اللفظ وإقامة المعنى إعراب. لأن هذه الإعراب هنا هذه الكلمة كانت قبل حدوثي ما سمي بصناعة الإعراب. أعرب القرآن التمسوا غريبه، كان إقامة الإعراب إقامة النظم وحسن اللفظ، وإقامة التمسوا غرائبه ابحثوا في معاني الغريب، هذا في أشعار العرب. فإن الله يحب أن يعرب، ومن إعرابه كشف غريبه، لأنه إفصاح عن المعنى فدخل فيه. فكان ذيك التمسوا غريبه من باب عطف الخاص على العام، أعرب التمس الغريب، وعطف العام الخاص على العام لإشعاره بأنه مندرج فيه، هذا كعطف جبريل على الملائكة. ملائكة كان عدو الله وملائكته وجبريل وميكائيل، وجبريل وميكائيل عطف الخاص على أليسوا ملائكة، لكن عطف الخاص على العام لحاجة هناك تدعو إلى عصف هذا الخاص على شأنه. إعرابه محبوبه وحكمته، إعرابه حكمته في قوله تبارك وتعالى: ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا. أبو العالية رفيع ابن مهران الرياحي بياء تحتيه وكسر الراء، الرياحي هذا من أئمة التابعين ومن علماء التفسير فيه. أبو العالية قال: لقيت 30 من صحب النبي صلى الله عليه وسلم كلهم كانوا يخافوا النفاق على نفسه. هذا أخرى أدركت 30 من صحاب النبي كلهم كانوا يخافوا النفاق، مؤمنين أحقاق يخافوا النفاق، حنا مصرصح مضروب بالنفاق وآمين يخاف مسكين من النفاق، كل نقص في الإيمان أرى فيه إشارة إلى شعبة تنقصك. إلى أن يسون بسرعة قال المنافق الخالص وجهجك كجاب ويتشو منه علامة النفاق، ومن كانت فيه شعبة ففيه خصلة حتى يدعى نقص في إيمانه. صادق ومنافق متقابلان، بقدر ما ينقص صدقك يدخل عليك من شعب النفاق، وهكذا إلى أن تكتمل أو تعتزل تكون في صفير الإيمان. إعرابه وحكمته، من أوتي الحكمة فقد أوتي خيرا، قال: الفهم في الكتاب والفقه فيه، وهو الذي يشرحه قوله تعالى، يشرحه قوله صلى الله عليه وسلم: من يريد الله به خيرا أي كثيرا أوتي خيرا كثيرا، يريد به خيرا أي كثيرا، تنويل التكثير، يفقهه في الدين. ومن الفقه في الدين الفقه في الكتاب، إنه أصل الشرع مبنى الشرع، فيقصد هذا والتفسير ركن الشريعة، هذا القرآن أصلها والتفسير فيه ركنها، لأن المعاني كلها ترجع إليه، وبالتالي في الشريعة ترجع إليه، معرفة الأحكام، معرفة العقائد، معرفة الأخلاق، وكل هذه موضوعات الإسلام الكبرى.
إعرابه محبوبه وحكمته من أوتيها فقد نمت فضيلته، من أوتي الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا. وقد فسرت الحكمة في لسان السلف بالسنة، وفسرت بفهمه في الكتاب، وهو هو إن أول المتدبرين شكون هو؟ هو رسولنا صلى الله عليه وسلم أول المتدبرين. وإن شاء الله نقف هنا، نكتفي بهذا القدر، وصلى الله على صاحب القدر سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ونتابع إن شاء الله من حيث انتهينا، لنكون مع سيدنا رسول الله الذي هو أشرف من نظر في الكتاب وتدبره. فكانت هذه من فضيلة الذكر، يكون أول ما مطلوب لرسول الله بعد البلاغ البيان، ولا يكون إلا إذا نظر فيه صلى الله عليه وسلم وهو الفصيح. نفصح منطقة بالجر، أتيت جوامع الكلام، إذا قيل هذا ليس حديثا فحديث هذا في الجوامع، أتيت جوامع الكلم ولا يتهى إلا أفصح من نطقه بالجر، وهو معنى كتاب. اللهم صل على سيدنا محمد في الأولين والآخرين، على يوم الدين. اللهم اقسم لنا مخشيتك ما تحول به بنا ومعصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. وامتن اللهم بسمائنا وابصارنا وقوتنا ابد ما بقيتنا، واجعل الوارث منا واجعل ثارنا على من ظلمنا وانصرنا على من هدانا. اللهم انا عبيدك ولا وابيديك ولا وامائك، نوصينا في يديك ماض فينا حكمه وخذ فينا خضع، ونسالك بكل اسم ولك سميت به انساك وانزلته في كتابك ولم توحد من خلقك واستاثرت به في علم الغيب عندك. جعل القران ربيع قلوبنا ونور بصائرنا وجلاء حزننا وذهب همنا وغمنا. اللهم ذكرنا منه ما نسينا، وعلمنا منه ما جهلنا، وارزقنا تلاوته وحلاوته أنا الليل وأطراف النهار، واجعله لنا حجة، واجعله لنا حجة، واجعله لنا حجة يا رب العالمين. آمين آمين. الحمد لله رب العالمين، عفو الله لي ولكم الشيء.